أهلا فيكم مشاهدينا، وأكيد مكملين معكم فقرات العيد. والآن وصلنا لأخصائية التغذية ديانا سعيد، ورح نحكي اليوم عن موضوع النظام الغذائي وكيف ممكن أنه نرجع لطبيعته بعد شهر رمضان المبارك، لأنه مثل ما بنعرف أنه نظامنا الغذائي بتودع برمضان وبنرجعه بأيام، يا بأيام العيد يا بعد أيام العيد. والله غالبا تكون بعد أيام العيد، لذلك اليوم راح تكون يانا ديانا راح تنطينا نصائح شلون نرجع إلى حياتنا الطبيعية. صباح الخير عليك ديانا، كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، يسعد صباحكم، يسعد صباح الجميع، صباح الورد. طبعا ديانا، يمكن احنا في مشاكل بارزة بنواجهها بعد ما نخلص شهر الفضيل رمضان من الناحية التغذوية، فخلينا نحكي بهذا الموضوع، شو المشاكل اللي احنا بنواجهها وشو الشغلات الأساسية نركز عليها؟ اوكي، هلا أول إشي كتير بنصح الناس اللي بتبلش بنظام صحي بخلال شهر رمضان، والناس اللي ما بتتبع نظام صحي بخلال شهر رمضان، إنهم ينتبهوا شوي بالعيد، لأنه دائما بالعيد يعني بنلاقي حالنا شو منبلش معمول تعب بالضبط، فيعني بيكون الموضوع شوي صعب بالنسبة لنا إنه إحنا نحافظ على نظامنا اللي إحنا أوريدي يعني تعبنا قبل ما إحنا نعمله خلال شهر رمضان، وخصوصا إنه خلال شهر رمضان صارت معدتنا كتير صغيرة وتأقلمنا على نظام جدا صحي، حتى لو قد ما خبصنا برمضان يعني اوكي في 14 ساعه احنا منصوم فيهم، فانه احنا لين يجي على العيد نخرب كل هذا الشغل اللي احنا اشتغلناه خلال شهر كامل. ف بالعيد يعني بالعاده ما بننتبه انه احنا عم نخرب هذا النظام، بنلاقي حالنا بناكل كعك بكثير، حلويات بزياده، ما بناخذ معنا الفطور، ما بنفطر او بننسى الوجبات انه احنا نوزعهم، يعني نصحى بيوم العيد انه خلص هلا زيارات، بالزيارات كل حدا يعني بشرط على الثاني انه بليز كل مثلا من الكعك او كل من المعمول او كل من الحلو اللي موجود، فبنلاقي حالنا ما بناخذهم نحتفظ فيهم للبيت او انه بنوزعهم احنا على طريقتنا، بنلاقي حالنا انه احنا لا بناخذ الكعك وبناكله بنفس اللحظه. كثير بالعاده بصير في عندنا ارتداد مريئي وبصير في عندنا حرقه من كثر المعمول ومن كثر الكعك العيد. الحرقه بتصير متزايده، ليش؟ لانه نسبه الدهون الموجوده بالكعك كثير عاليه، ومجرد ما احنا نكون عودنا حالنا على نظام وفجأة بهذا الوقت مش متعود الجسم يدخل عليه ولا أي شيء من مصادر الأكل، وفجأة ندخل عليه معمول ودهنيات كتير عالية موجودة به، خصوصا أنه الكعك بنعمل أوقات من السمنة الدهون فيه كتير عالية، فبالتالي أنه بتلاقي الارتداد المريئي والحرقة بالجسم كتير عالية، يعني بنلاقي حالنا أنه مش قادرين أنه نتحمل الحرقة اللي بتضلها مستمرة طول الوقت. نعم. طيب جانا، احنا اليوم بأيام العيد شلون نقدر نرجع لحياتنا الطبيعية ونرجع لنظامنا الغذائي اللي كنا عايشين عليه يعني في الفترة ما قبل رمضان؟ تمام، حلو. هلا خلال فترة العيد أهم إشي إنه أنا الفطور أرجع لفطوري، بس ما يكون فطور دسم. بالعادة الفطور بيكون يعني ما بعرف بالعادات والتقاليد نلاقي أدنى شنو بالظبط لازم ضروري تعرفين الأكو يا إما يسموه جبن عرب أو جيمر عرب، يكون عبارة عن دسم يعني بطريقة خيالية، ويا كاهي. عرفين الكاهي؟ لا، الكاهي هو يصير شلون ما اعرف، يعني هو مثل السويت مثل بيف باستري بس عليه هوايه سويت، يعني مقطر كثير مقطر بطريقة خيالية على الجيمر، او ممكن تكون كبة او ممكن تكون هي المعلاء، احنا بنسميها معلاء، ممكن يعني قله كتير. صراحه اللي ترى يقول معلاء بس اغلبهم باكر، واحنا عندنا كثير بالضبط الكبده والكبه والمعلاء كثير، يعني اول يوم، ومش بس اول يوم، انه خلال وقت الغداء انه لازم يكون على الفطور بالضبط. فانه انا صار لي شهر كامل انا ما عم باكل، يعني ما عم دخل بهذا الوقت، ما عم بيدخل على جسمي ولا اي مصدر طاقه اصلا، فكيف ادخل عليه مره واحده دهونيات وسكريات كثير عاليه؟ صحيح. اولا الانسولين كثير رح يضرب ورح يتخربط، لانه انا بخلال هاي الفتره الانسولين منتظم عندي، يعني انا نظمت الانسولين، يعني حكينا كثير خلال فترات رمضان ايش فائده الصيام، انه انا عم بنظم الانسولين بالدم، فليش لما ادخل على العيد ادخل بسكريات كثير عاليه وعلى الفطور؟ هلا عشان نرجع لنظام صحي لازم يكون الفطور ما انسى اولا، يعني لازم يكون في فطور بس نفس الوقت ما يكون دسم، يعني نحاول هاي الوجبات اللي بالعادات والتقاليد نخليها على الغداء، يعني لسه
يكون لسه أسهل أهون على الجسم، يكون شوي تأقلم إنه أنا من الصبح أكلت وجبة. هلا إذا نسينا الفطور ما لازم ننساه، يعني أتليست ناخده معانا، خصوصا إذا بيكون في عنا زيارات، إنه ناخذ وجبة كثير صغيرة. كمان إنه أنا لازم أخذ الوجبات تكون صغيرة ومتباعدة، يعني أحاول إنه مش وجبات رئيسية مرة واحدة أرجع زي نظامي اللي قبل رمضان، يعني عشان أنا أعود الجسم إنه يدخل عليه طاقة شوي شوي تدريجي، والسكريات والإنسولين يرجع يتعود. لازم إني أنا أدخل الوجبات الرئيسية عادي، بس إنه تكون متباعدة، يعني تكون وجبات صغيرة متباعدة، هيك أنا بحافظ على نظامي، بحافظ على الإنسولين، بحافظ على طبيعة الحرق بجسمي. لأنه مجرد ما أنا رجعت دخلت عليه مرة واحدة سكريات وطاقة، الحرق ممكن إنه هو الجسم ذكي كتير، يعني ممكن إنه يوصل لمرحلة إنه أنا كنت جوعان بهذا الوقت، فهي عم بدخل عليه سعرات حرارية عالية كتير عشان أرجع أجوعه، يعني هو بيكون صار له شهر كامل عم بجوع الجسم. فلما أنا أرجع أجوعه مرة تانية بخاف إنه أرجع لمرحلة الجوع هذه، فهذا الأكل الأكسترا دايركت الكالوريز هاي السعرات الحرارية دايركت بتروح بتتخزن على شكل دهون، فهو الجسم بخزنها على شكل دهون عشان لما أرجع لمرحلة ستارفيشن اللي هي التجويع اللي صار في مرحلة رمضان، برجع بياخد الطاقة من هاي الدهون. يعني دايركت هاي الأشياء، ليش أنا أدخل لجسمي دهون مرة واحدة فبزيد كتلة دهنية عالية؟ طيب يعني هاي تقريبا الأخطاء يمكن اللي بيسووها أغلب الناس بعد رمضان. فطب خلينا نحكي يعني ديانا اليوم شو شغلات إذا الناس هلا أوكي بيقولوا لك الدهن ممنوع من الفطور اللي إحنا متعودين عليه، ما لازم لا انه يعني نخفف الشغلات ونغير اشياء معينه او نستبدلها، فشو الشغلات المسموحه لنا انه احنا ناكلها اول يوم مثلا العيد وثاني يوم ونستمر ان شاء الله على هذا الوضع؟ اكيد. هلا كثير المعمول، مش انا ضد انه احنا ناكل معمول او مش ضد انه احنا ناكل حلويات، بالعكس يعني صرنا فتره كثير يعني قاطعين عن حالنا انه اكل وهيك، ومحاولين انه احنا نظبط، خصوصا انه الناس اللي كثير كانت ملتزمه بالحلويات انه كانت تحافظ على جسمها ونحفظ كتله دهون كثير عاليه بخلال شهر رمضان. فانا لما ارجع للعيد ما في مشكله انه انا اكل كعك، بس الفكره بكميه الكعك اللي انا اكله، باني اقدر اني انا كل هذا الصبر اللي قدرت اني اصبره، يعني احاول الشيء اللي اكتسبته من صبر اني يعني احطه بالعيد، باني احكي اقدر اني احكي لا للضيافه، يعني انا مجرد ما ضيفت بالعيد يعني أجرب حالي إنه مثلاً باخدها مثلاً بس باكلها بالبيت، أو باخدها مثلاً باكلها إنه تاني يوم أو اليوم اللي بعدي، أو مو ضروري أكل أكثر من واحدة. بالضبط، يعني بقدر أكل معمول ما في مشكلة، بقدر أكل حلو ما في مشكلة، بس الفكرة بالعيد مشكلته كمية، يعني إحنا بنستبدل أوقات الوجبات، يعني أوقات نوصل لوقت المغرب إنه هون إحنا المفروض إحنا هلأ نأكل، نتذكر لأنه إحنا معودين الجسم بهذا الوقت يدخل أكل. خلال النهار كامل إحنا بنكون عم نعود حالنا على يعني بس بنعوض الاكل او الجوع، او انه خلص انه احنا هلا بنقدر ناكل، بنعوضه بس بالمعمول وبالعجو بالحلويات، ما بنلاقي حالنا. يعني حتى بدي احكي كمان عن موضوع الشاي والقهوه وهي الاشياء، احنا بكون اصلا مخربط نومنا بوقت رمضان، خصوصا انه كثير اوقات بنسهر، يعني مش زي دائما. فالناس بالضبط اللي بدهم يعدلوا نومتهم وبيشربوا قهوه كثير، يعني على كل زياره قهوه، على كل زياره شاي، على كل زياره لازم قهوه وشاي، فبالتالي الكافيين بيكون كثير عالي، فبيزيد التوتر جوا الجسم، فاحنا بنلاقي انه التوتر عالي بيرجع بتخربط نومنا، يعني بنلاقي بنواجه صعوبه لسه اكثر بالعيد انه احنا نرجع نومتنا زي قبل. نعم. طيب ديانا شنو ممكن نصائح اخيره من نجي نوجهها لكل الاشخاص اللي تابعونا الان؟ تمام. هلا اول شيء زي ما حكينا انه ننظم وجباتنا، كمان شغله مهمه كثير انه احنا نرجع لنشاطنا الرياضي، يعني دائما بالعيد بصير في عنا خمول وكسل انه ما بنتحرك كثير، خاصه بناكل بنضلنا قاعدين او بننام او كذا او زيارات، يعني وزيارات بنضلنا قاعدين فبنلاقي جد في خمول، وكمان لانه بناكل دهنيات كثير عاليه وسكريات كثير عاليه، فبنلاقي حالنا خلص تعبنا وقعدنا، فبننسى الجزء الرياضي، يعني دائما بالعيد الجزء الرياضي خلص منسي، يعني لازم نشخص وهيك ونقعد وما نعمل إشي، يعني مننسى موضوع الرياضة، فمن نرجع للنشاط الرياضي، خصوصا إذا كنا قاطعين بشهر رمضان كامل، لازم إنه إحنا نرجع تدريجي، يعني مش إنه نرجع زي ما إحنا قبل رمضان، خصوصا إذا كان حدا بيلعب صار له زمان، إنه يلعب كارديو، يلعب إشي كتير خفيف، ما ننسى موضوع الرياضة، التدرج بالأكل، إنه لازم ناكل شوي شوي، ما ناكل بشكل عشوائي، نعرف شو عم ندخل على جسمنا، ما ننسى الوجبات الأساسية، ندخل الأشياء يعني خصوصا إذا بناكل أملاح كثير عالية أو بناكل هاي الأشياء اللي بالعادات والتقاليد
اللي هي الدهنيات العالية وهيك ناكل معها أشياء خضار عشان تساعد صح. أو إنه تبطئ من امتصاص السكريات جوا الدم أو تنظم كمان عمليات الحرق، عشان وخصوصا إنه إذا كان إشي مالح كثير ممكن ناخذ معه كمان مصادر بوتاسيوم. حكينا عن مصادر بوتاسيوم كثير إنه إذا أخذناها بتصير تقلل من امتصاص الملح من خلاله أنا عم باكل، ممكن آكلها يعني مع الإشي اللي هو ملح كثير إذا هو أنا مضطرة مثلا أو كثير حابة إني آكل إشي مالح، بحاول إنه آكل معه إشي مفيد وليمون وهاي الأشياء إنه عشان برضه يكون في أنتي أوكسيدنت وإشي مفيد بالوجبة. يعني بحاول أدنى الوجبة كانت دسمة خصوصا بالعيد، لأنه أوقات يعني حس حالنا بدنا ننطلق بالعيد إنه فعليا إنه أنا بدي آكل بدي أعوض الشهر الكامل، بس إنه هذا الإشي إنه أنا صمت شهر كامل ما بيعطيني رخصة إني أنا آكل إنه قد ما بقدر أكل. يعني برضه بدي أرجع تدريجي عشان خلال فترة العيد هم 4 أيام ممكن أرجع الدهون اللي أنا نحفتهم في حال حفت برمضان لسه دبل، فإنه بدنا كتير ندير بالنا من موضوع الدهنيات والسكريات ونعرف كيف إنه إحنا ننظم وجباتنا عشان إنه ما يعني نحاول نحد من المشاكل اللي ممكن تصير بعد شهر رمضان. أكيد طبعاً ديانا شكرا كتير لإلك، وإن شاء الله يا رب كل الناس اللي عم يحضرونا اليوم ياخذوا بهالنصائح إن شاء الله. شكرا كتير لإلك.